صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 54 لسنة 2019 بتعيين مستشار للأمن الوطني. وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يعين اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشارا للأمن الوطني، ويتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى، ويتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني لمملكة البحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.